احنا مش الهدف التصدير، الهدف الاول ان احنا نوفر عرض ضخم من المنتجات يتكافأ مع الطلب عشان الاسعار يتم تنظيمها بشكل ما يبقاش فيه جهد على الناس زيادة عن اللزوم. شوفوا احنا مش هنصدر قبل ما نكفي احتياجات السوق المحلي، ده الهدف. الاكتفاء الذاتي هو صمام أمان الدول، وهو أولى الخطوات نحو الاستقلالية عبر تحقيق كافة احتياجات الدولة من المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مع زيادة النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. فتنامى دور الإرادة المصرية عبر أفاق جديدة في مجال الأمن الغذائي بإنشاء مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات ذات النطاق الشاسع، والذي يمتد على مساحة 135 فدان. مشروع تنموي يهدف إلى إنتاج مكونات الوجبة الغذائية المدرسية مع إنتاج بعض المنتجات الغذائية الأخرى وطرحها بالسوق المحلي. وقد شهد المشروع انطلاقته الكبرى في الأول من أغسطس عام 2019، وشارك في بنائه 20 شركة مصرية، أكثر من 2000 مهندس وفني وعامل واصلوا جهودهم على مدى 12 مليون ساعة عمل حتى اكتمل الأمل. وتجلت قدرة المصريين في مواكبة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية والوصول إلى عالم تركيبات خطوط الإنتاج، حيث قامت العمالة المصرية بتجميع وتركيب جميع خطوط ومعدات الإنتاج الخاصة بمصانع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز. واليوم يتم افتتاح المرحلة الأولى منها، والتي تضم مصنعاً لإنتاج المكرونة بطاقة إنتاجية 151 ألف طن سنوياً، مصنعاً للبسكويت الخاص بالتغذية المدرسية لإنتاج عدة أنواع من البسكويت بطاقة إنتاجية تصل إلى 68 ألف طن سنوياً. مصنعاً للمخبوزات بطاقة تصل إلى 9000 طن سنوياً. إلى جانب 14 صومعة للغلال بطاقة 280 ألف طن سنوياً. هذا بالإضافة إلى خطين لمطاحن الدقيق بإجمالي طاقة إنتاجية 234 ألف طن سنوياً. مجمعاً للطباعة والتغليف لإنتاج العبوات اللازمة لتعبئة البسكويت والمكرونة والمخبوزات بطاقة 8000 طن سنوياً. منظومة صناعية ولوجستية متكاملة استخدمت فيها أحدث نظم الإدارة والتحكم الإلكتروني الكامل باستخدام أحدث برامج الإدارة العالمية لمراقبة كافة مراحل الإنتاج والسيطرة الكاملة على المنتجات، إلى جانب تطبيق أنظمة الجودة العالمية المطابقة للمواصفات القياسية بواسطة معامل الشركة. كما تضم مدينة سايلو فودز العديد من المنشآت الإدارية، ومنها فندق مميز لإقامة النزلاء والخبراء الأجانب، ومبنى لإقامة العاملين. بالإضافة إلى ساحة انتظار للحاويات، نطاق صناعي تنموي متكامل يحقق الاعتماد الذاتي بتوفير الطاقة الكهربائية عبر مصدرين كهربائيين بطاقة 29 ميجا فولت، ومحطة توليد كهرباء احتياطية بقدرة 15 ميجا فولت، ومحطتين لتنقية المياه اللازمة للإنتاج قدرة كل منهما 60 متر مكعب في الساعة،
فضلاً عن محطة لمعالجة الصرف الصناعي بقدرة 50 متر مكعب في الساعة. وإلى أفاق تنموية جديدة، ومن خلال التوسع في إنشاء محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، تم إنشاء 3 محطات جديدة بمحافظة المنوفية. أولها محطة مياه الحامول، وشبكاتها بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم. توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشبين الكوم لتصل طاقتها إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم. محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصل إلى 12 ألف متر مكعب في اليوم. وإلى محافظة الغربية، حيث تم إجراء التوسعات بمحطة مياه طنطا لتصل طاقتها إلى 172 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف صحي دلبشان بطاقة 8000 متر مكعب في اليوم. هذا بالإضافة إلى إنشاء المرحلة الأولى من طريق أبو رافد أبو الروس بمحافظة كفر الشيخ. مشروعات تنموية بإرادة المصريين تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي يحقق الاكتفاء الذاتي. مشروعات ما كانت لتتجلى دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية لطالما آمنت بجدوى الحلم والتحدي والإنجاز.